وبعد خطوة الاندماج ما تمت، تنقاد الشخصية المعنوية لشركة شفيق القبضة وتنتقل ذمتها المالية لمجموعتنا. لا 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 معلش يا مستر مهند، انا اسف لا ثانيه واحده. احنا هندمج بس واحنا شخصيتنا المعنويه في السماء. حضرتك هو بيقرا العقد؟ استني انت يا سميحه، انت خايبه اصلك. بعدين يا فندم ذمتنا الماليه اللي انت عمال تخوض فيها دي، احنا ذمتنا الماليه انضف من الجنيه الالماز. جنيه الالماز ايه يا استاذ شفيق؟ افورت انا؟ انا بكلمك عن النسبه المئويه للشراكه الجديده اللي بينا، يعني انتوا نسبه مشاركتكم 40%. قليل 40%؟ معلش قليل 40%. 42% يا سيدي. كتير 42%، انا هاخد دم جرميه في الشارع اعمل بيه ايه؟ مش عايز 42. انت عايز ايه يا استاذ شفيق؟ استنى بقى يا وجيه بقى، اسكت بقى على بخلص الشغلانه. بص يا مستر مهند، انا مش عايزك تفتكرني داخل ادمج على طمع. استاذ شفيق احنا اتفقنا ان بص يا مستر مهند، انت عشان وشك السامح ده وعشان مجيتك علينا ودخلتك بالمانجا دي كلها اللي جايبها لنا، انا موافق على 40%. والله العظيم انا عامل خاطر لمين؟ انا عامل خاطر ان هو كان بيدمج معانا من ايام الحاج الله يرحمه. كان يشيل مستر مهند كده يخش عليا زي ما هو كده بنفس الكلابيس دي كل حاجه بس على صغير، يقول لي خلي مستر مهند معاك بس دقيقتين اروح اشرب القرفه وادمج واجي. والله العظيم ابويا الحاج الله يرحمه وانا انتوا منورينا. اتفضل يلا خلاص على البركه. تمام احنا كده ان شاء الله. بس هاخد مكنه الاسبريسو. مكنه ايه؟ هاخد مكنه الاسبريسو ام وش اسود. خدها بكباسيلها. كباسيلها؟ هناخد كباسيلها. معلش انا هشرب الهواء. خد كباسيلها يا سيدي. والمج اللي بيعمل مزيكا ده. لا لا يا استاذ شفيق انت كده شاطر قوي. امال انت فاكر ايه؟ انا اول مره ادمج ده، الشغلانه دي مزاجي كيف، انا مدمج الشغلانه دي. صح تمام. لا بيننا اتسرعنا قوي، شكلها حكايه جمصه لسه مقصره عليه. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. قلت لك انا في المفاوضات ايه كلب. يلا على البركه على البركه يا فندم. يلا نمضي. اتفضل اتفضل. توصل ترنيلي خلاص علشان ماما بتقلق جدا. تقل بقى تقل بقى يا فندم.